فاح من روض الجنان عطره في كل آن، ومع البشرى تجلى بالسعادة والأمان. فاح من روض الجنان، إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم، هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم. جاء في أسمى بيان، زاد في الأرواح نور، وشفاء للصدور، وعلى مر العصور لاح في درب الزمان، لاح في درب الزمان. فاح من روض الجنان، فاح من روض الجنان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إنه القرآن العظيم. نعم، هذه حلقاتنا معكم عن القرآن، كلام الله. القرآن كتاب الإسلام، القرآن العظيم الذي عظمه الله جل جلاله، فقال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن عظمة القرآن التعريف بالله عز وجل، معرفة الله عز وجل. ودوما في بداية بعثة كل نبي يتساءل الكفار المدعوون: من هذا الإله؟ هذا فرعون يقول لموسى عليه السلام: من ربكما يا موسى؟ فيجيب سيدنا موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في القرآن
وهذا من عظمة القرآن ومن عظمة دين الإسلام، أن القرآن ركز تركيزا طويلا كثيرا شديدا على التعريف بالرب والإله، ابتداء من قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومرورا بآية الكرسي التي فيها صفة الرب جل جلاله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهكذا تمر في القرآن كله، ابتداء من سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، وهكذا تمر بالقرآن كله من أوله إلى آخره. هذا القرآن العظيم لا تكاد تخلو آية أو صفحة أو سورة إلا لا تكاد تخلو من ذكر الله جل جلاله والتعريف به بأسمائه سبحانه وصفاته جل وعلا، وما ينبغي له سبحانه وتعالى، وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، وما هي حقوقه سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر هو الأساس وهو الأصل. لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، هذا هو الأساس، أن تعرف الله الذي تؤمن به، أن تعرفه جل جلاله، وحين تعرفه معرفة جيدة، وهذا ما ركز عليه القرآن، أن تعرف الله جل جلاله معرفة جيدة، وهذه الإجابة التي كانت سببا في إسلام كثير من الناس، أن يعرف الله على الحقيقة بدون لوغاريتمات وبدون إشكالات وبدون أسئلة ليست لها إجابة. الله خلق كل شيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اقرأ في القرآن تجده مليئا بهذه المعاني في التعريف بالرب جل جلاله، فلم يعد لأحد سؤالا عن الله إلا وجد إجابته، إلا وجد إجابته في آية من الآيات. ومن عظمة القرآن أنه حال التعريف بالرب جل جلاله يمتلئ القلب تعظيما لله وهيبة لله، بل وحبا لله، حبا لله جل جلاله. فحين تسمع في قول الله جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، تشعر بهذا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حين تشعر أن هذا الإله العظيم جل جلاله يحب ويحب، ومن عظمة دين الإسلام أن يأذن لك ويسمح لك أن تقول أنا أحبك يا رب، وأن تطلب محبته يا رب أحبني. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يختصم الملأ الأعلى، حين قال له ربه سبحانه وتعالى سل، قال أسألك حبك، علمنا هذا. فهذا من عظمة دين الإسلام ومن عظمة القرآن،
في أن ينشرح الصدر بحب الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، اقرأوا القرآن واجعلوا لكم كراسة لتكتبوا فيها الآيات التي تذكر أسماء الله وصفاته لكي تعرف هذا الرب جل جلاله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. فإذا أوصيت في نهاية حياتك أولادك ما تعبدون من بعدي، يكونون قد عرفوا إلهك الذي عرفتهم إياه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. فاح من روض الجنان عطره في كل آن، ومع البشرى تجلى بالسعادة والأمان. فاح من روض الجنان، إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم، هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم. جاء في أسمى بيان، زاد في الأرواح نور، وشفاء للصدور، وعلى مر العصور لاح في درب الزمان، لاح في درب الزمان.